بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ورد في الحديث الشريف عن صادق أهل البيت عليهم السلام أن يوسف عليه السلام لما ألقي في البئر دعا ربه ليخلصه من ذلك، فنزل عليه جبرائيل وعلمه أن يقرأ هذا الدعاء ثلاث مرات من بعد كل فريضة: اللهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. صلوات الله وسلامه عليكم ساداتي وموالي أهل البيت. الحديث يعلمنا شيء، أن يوسف عليه السلام لما حصل ما حصل له مع إخوته، طرحوه في البئر ويريد يخلص وحده، فجبرائيل علم هذا الدعاء. سيظهر هذا الدعاء في الشدائد، أو دائما نحتاج إلى الدعاء في الشدائد بعد كل فريضة ثلاث مرات: اللهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. دعاء صغير مضمون جميل وحاوي جميع المطالب. جيد، الآن نريد أن نطرح بعض الأسئلة التي ترتبط بالدعاء بشكل موجز ومختصر إن شاء الله تعالى. السؤال الأول: ما المقصود من الدعاء الذي أكد عليه القرآن الكريم؟ أنتم تعرفون القرآن الكريم كم وكم أكد على فكرة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن الدعاء سيدخلون جهنم داخرين. داخرين يعني صاغرين، مو بس جهنم، فوقها مع الذل والإهانة. يعني الدعاء إذن بهذه الأهمية. وإذا تراجع تعاليم مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، إذا واحد عنده مطالعة في الوسائل، في أبواب كتاب الصلاة، في أبواب الدعاء، أبواب متعددة ما شاء الله من أحاديث. سؤالنا هذا: ما المقصود من الدعاء؟ يعني مقصود من الدعاء يعني هذا دعا كميل مثلا نقرأ، دعا افتتاح مثلا نقرأ، دعاء أبي حمزة الثمالي مثلا نقرأ، هذا المقصود من؟ لا يا أخي،
المقصود من الدعاء المعنى الأعام. هو الدعاء في اللغة شنو معناه؟ السؤال والطلب. إذا واحد سأل من الله عز وجل شيئا وطلب منه شيئا فهذا دعاء، مثل ما نقول يا ولي العافية أسألك العافية، فهذا دعاء. اللهم ارزقني دارا واسعة، هذا دعاء. اللهم ارزقني ذرية صالحة، هذا دعاء. إذن المقصود من الدعاء لنشتبه ليس خصوص الأدعية المأثورة، وإنما المقصود كل سؤال وطلب من الله عز وجل. هذه قضية نلتفت لها. زين، سؤالنا الثاني، لماذا التأكيد؟ الداعي شنو؟ ليش الله عز وجل محتاج هو إلى دعائي؟ لا يا أخي، الله يريد مصلحتنا، وإلا فهو الغني المطلق، ما محتاج إلى كل هذه الأمور. إذن الهدف حينما يؤكد الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، الهدف هدف تربوي، حتى يتربى المؤمن تربية صالحة. من قبيل أستاذ وتلميذ، قد مر التلميذ يشوف نفسه غني عن الأستاذ، ما محتاج أصلا، ما يروح يم الأستاذ ولا يسأله ولا يقول له شنو هذا المطلب، شلون هذا الدرس، شلون، يشعر أنه ماكو حاجة، ماكو. أو مرة تشوف لا، الطالب يحاول أن يستفيد من الأستاذ المعلومات المطالب، يتذلل للأستاذ كي يستفيد منه الكمالات. ياهو الأحسن، الأولي لو الثاني. إذا تريد تربي لك واحد تربية صالحة، التلميذ الأول الذي أصلا يشعر لأنه ما محتاج للأستاذ أبدا، لا يا أخي، هذا راح يصاب بأمراض. ياهو، هذا الطالب الذي يرى أنه غني عن أستاذه وعن الغير يصاب بمرض العجب، مرض نفسي أشد من المرض البدني، يصاب بالغرور، مغرور بنفسه، يصاب بالكبر، كبرياء. بخلاف ذلك الإنسان الذي يشعر أنه دائما هو بحاجة إلى مربي يربيه، هذا ما يصيبه هذه الأمراض. لذلك المؤمن لابد دائما يعيش هذه القضية، وهي قضية أنه محتاج في كل أموره إلى الله عز وجل، الصغير والكبير، تماما كما علمنا القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام، فإنه لما سقى لابنتي شعيب تولى إلى الظل ورفع ايد الله، هسه هو سقالهن زين بعد شكو وش عده، هاي شجاعة وسقالهن وهذا، ويكون يقول بالك بالك انا شو، لا بالعكس، صاحبنا لما تولى الى الظل رفع يديه الى السماء وقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. ويا لطيف، يعني كل شيء أنا محتاج يا رب إليك وأنا فقير. هذا هم طلعت لهن الماي أنا من البئر، فصحيح هاي قوة إيه، يقولون هم مات موسى عليه السلام كان شجاع يعادل شقد، ولذلك لما لزم الإسرائيلي القبطي العفو، لما لزم القبطي من ربع فرعون رأسا ذب ذاك الصابو، مات صاحبنا
هذه الشجاعة منين؟ هو يشعر مو منا، من الله عز وجل. فشوف هذه التربية الصالحة، فأنت يكون وأنا أيضا وكل المؤمنين أيضا يشعرون من الأعماق بهذا المعنى، أننا فقراء إلى الله عز وجل في جميع أمورنا الصغير والكبير. طب أنا قاعد هنا وقاعد أحكي، طب شنو أتكشخ يعني وأخلي مني على رأسكم؟ أنا قاعد أحكي هذا تفضل من الله عز وجل، الله أعطاني القدرة والطاقة والصحة وأتكلم، وإذا أريد أن شوية أمشي أعوج قد يذبني على وجهي برد مرة. خصوص المؤمن الله يأدب بسرعة، أما ذاك إنما نملي لهم ليزدادوا خليه، أما المؤمن رأسا الله يجر إذنه. فالمقصود لابد وأن نشعر بالفقر والحاجة إلى الله عز وجل في جميع أمورنا. حتى النبي، نبينا صلى الله عليه وسلم بعظمته، وأقول لك الإنسان كل ما يكبر أو يصير أعظم أو يصير كشخة أو يصير شخصية، حاجته إلى الله شو يصير؟ أشد وأكثر. ليش؟ لأن أنت الزلة والحكاية قد لما تصدر منك مثلا قد مختفرة، الناس ما يعيروا لها، يقوم تمشي، لكنه إذا فرد شخص كان كبير عالم محترم شخصية طلعت فد حكاية من حده، تشوف على أنه قد تسقطه. فإذا هو بحاجة الإنسان مهما عظم يحتاج إلى الله عز وجل والعناية الإلهية دائما. هما تكون يقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نبينا صلى الله عليه وآله على ما تنقل الرواية الشريفة كان في بيت أم سلمة، طبيعي أكو كلام أنه في بيت أم سلمة أو في بيت الأخرى، إسا بعض روايات الجماعة في بيت تلك، في رواياتنا موجود في بيت أم، ما يأثر إسا هذا واقع القضية، احنا خلنا ننظر. كان في بيت أم سلمة، ليلة أم سلمة كان في نصف الليل، أثناء الليل افتقدته، ما موجود، فقامت تبحث عنه. وأم سلمة هم ما تعرفها من المؤمنات من أزواج النبي الطيبات ذوات الاستقامة. الحسين صلوات الله عليه أمن عدها أمانة، بعض الأئمة الآخرين أيضا أمنوا عدها، يظهر أنه كانت مستعدة وصالحة لهتش ودائع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. افتقدته في أثناء الليل، فتشت رأته في زاوية من زوايا البيت وهو يبكي ويقول في بكائه، هذه العبارة، العبارة الأخرى ما نشغل بها، بس هذه العبارة هي المهمة، رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. عجيب، أم سلمة حينما سمعت أجهشت بالبكاء، قامت تبكي. النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها، جاء ليش البواكي على شكو؟ قالت على أنه أنا سمعتك، أنت نبي بعظمتك وبشخصيتك وتقول ربي لا تكلني، إحنا شو نقول؟ إحنا شو نسوي؟ أعطاها درس النبي صلى الله عليه وآله، قال أخي يونس، يونس وكله الله إلى نفسه لحظة. خرج من قومه مغاضبا وصار شنو؟
ما صار، كانت نتيجة خروج هذا مغاضبا أن صار في بطن الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين كان يبقى إلى يوم القيامة. الآية تقول، مو أنا أقول، إلى يوم يبعثون. بس هالتسبيح سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا نفع وفاده. على أي حال، إذن النبي صلى الله عليه وآله بعظمته هو يحتاج إلى دعاء، لأنه هم فقير هم فقير. الآية القرآنية أكو فرد آية قرآنية شديدة اللهجة، ما أدري حافظها أو ما حافظها أنت. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. تفتهم يا ولاش قلت الآية قاعد تقول ما زكى، دخلت ما أحد، ما دخلت على النكرة، هي تفيد العموم. هو دخول النفي على النكرة، ما جاء رجل لما تقول، يعني أبدا ما جاء أي رجال، فنفس دخول النكرة على النفي ويفيد العموم. وبعد ما اكتفت الآية بهذا الشيء، حتى أضافت كلمة أبدا كتأكيد شنو ثاني. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. حتى الأنبياء، حتى الأنبياء يحتاجون إلى اللطف الإلهي. إذا الله عز وجل ما يحافظ علينا وما يحافظ عليه من على النبي من الانحراف، رأسا يوجه أن هذا انحراف، ترى دير بالك، ويكشف له الواقع هم يوقع. لكن الله عز وجل بلطفه لمن يوضح له الأمور والواقع، حينئذ يرتدع باختياره. إذن هذه الآية شديدة اللهجة، كلنا بحاجة إلى الله عز وجل في كل أفعالنا. هذه القضية يكون نلتفت إليها، وهذه الحاجة هي عامل مربي. مربي إذا واحد تريد تربيه يكون يشعر دائما أنه فقير ومحتاج إلى الله عز وجل. إذا ما عنده هذا الشعور من الأعماق، لا صاحبنا لا يرجى منه خير. زين، هذا بالنسبة شنو إلى السؤال الثاني. بالنسبة إلى السؤال الثالث، الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وآيات أكو عندنا تأكد هذا المعنى. هسه قد هذا إشكال موجود، يعني شلون الله عز وجل يقول هذا الشيء ونحن شقد ندعو 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 تاليها ماكو. أمثل لك فرد مثال لعل هذا المثال يكون جواب على هذا الإشكال. أنا أو أنت عندك فرد ابن تريد تربيه تربية صالحة حباه، قلت له أبويا يمشي عدل أنت، وكل ما تريد علي، بعد شي تريد بعد شي تريد. يوم من الأيام إجاني الإبن قال بابا أريد أن تشتري لي سيارة. بس هو صاحبنا بعد عمره ما يساعد، عمره ما يساعد أشتري له سيارة. هذا راح هو يقتل نفسه يعني بنفسه، يصطدم بسيارة ثانية. وتدري الشاب همات مغرور، وهالسيارات الجديدة الذي هي طائرة وغير ذلك. فأقول له بابا لا هنا لا لا لا. يقول لي شلون؟ قلت لي أنت كل ما تريد. خب بابا أنا قلت لك كل ما تريد، لكن في ضوء مصلحتك.
إذا كان ضد مصلحتك ما له معنى. أنا ليش أقول لك كل ما تريد أعطيك غير أريد الصلاح لك من منطلق الصلاح؟ فهذا همات من منطلق الصلاح. أنا ما أشتري لك سيارة، فلما أقول كل شي تريد هو أنا حاضر مستعد، يعني ما كان في دائرة المصلحة ولا توجد في ذلك مفسدة. هذا فرد شيء واضح. فالله عز وجل أم من هالقبيل لما يقول ادعوني أستجب لكم، يعني في ظل المصلحة. إيه بعض مرات أنا مو من مصلحتي أن يصير عندي فلوس زاي، مو من مصلحتي أن يصير عندي أولاد أو وإحنا خب ما نعرف. سقد واحد يقول شيخنا ليش مو من مصلحتي؟ إشلون مو؟ يا أخي الله هو علام الغيوب، يعرفه. يوم من الأيام أبو بصير كان عند الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، صار حديث، فقال له تريد يا أبا بصير تشوف الدنيا؟ ما يشوف كان وعد قائد همات يقوده، علي بن أبي حمزة البطائني، هذا معروف. ولذلك علي بن أبي حمزة كثير ما يروي عن أبي بصير، قال له تريد تشوف الدنيا شكو بيها ماكو بيها؟ قال له إيه. مسح الإمام صلوات الله وسلامه عليه، شاف هذا الدنيا كل ما أكو شاف بيها. خاف صاحبنا، شو تريد؟ تريد تبقى على عيونك هيجي وتشوف الدنيا مثل بقية المفتشين بس حسابك مثل حسابه، تخفيف عنك ماكو؟ تريد ترجع اكو لك تخفيف؟ شنو؟ لا، حسابك اخف بعد حينئذ يصير. قال بويا لا، ارجع. فالامام هم دوره لك مسح بيدي ورجع كما كان. شوف، لاجل على انه المصلحه تقتضي ان هو ما يكون مفتش، لذلك هو قال لا ارجع. في السجن ابناء الحسن صلوات الله وسلامه عليه الحسنيون لعب بيهم المنصور جول، قلت لي يقولون بالأبنية بالإسطوانات بالسجن لا يميزون الليل من النهار. يقال على أنه بيناتهم ما كانوا يعرفون الوقت، هم ما يعرفوا وقت نتيجة شدة الظلام ما يعرفوا. فيقرون ذولا كل واحد يقرأ حزب، هذا يقرأ حزب من القرآن، يخلص الثاني يقرأ حزب، خلص الثالث يقرأ حزب، وهكذا. من ذلك يعرفون شنو الأوقات، شو وقت الصلاة، شو وقت إلى آخره. وياهم فرد واحد يسمى يلقب بمستجاب الدعوة، هو من ربعه بس كان معروف عنه شو وقت ما يشيل إيده الله يستجيب دعاه. في يوم من الأيام ضاجر، قال له تعال أنت مستجاب الدعوة، تعال ادعو خلصنا. قال لهم شوفوا أنا حاضر أدعو وتخلصون، بس ما هم أدعو هم تخلصون، أنتم مؤمنون طيبون نشيل إيدينا وأنتم تقولون آمين ينتهي كل شيء. لكن تلك المنازل العالية التي ادخرها الله عز وجل لكم في الجنة ذيك ما راح تحصلوها. شنو بناءكم؟ يلا تردون دعاء أو تطلعون؟ يا لا، قالوا لا لا لا، ما نريد بويا دعاء، ما نريد دعاء، نبقى هو. الله أكبر. إذن إحنا نريد الشيء إذا كان بمصلحة. إيش قد الذي دعا وحصله؟ حصل له ابن، لكن هذا الابن يا أخي العزيز سبب لمسبة الوالد ولإيذاء الوالد وما شاكل ذلك. فإذا المصالح لا يعرفها إلا الله عز وجل. هذا همات انتهينا منه. السؤال الآخر، هل إحنا لما ندعو فقط في الأشياء الكبيرة الصغار؟ فلا، الصغار مثل من؟
أريد أشتري لي قرصة خبز اليوم، أريد أشتري لي مثلا ماذا، خاتم ألبسه، يعني هذا همات يحتاج إلى معونة ودعاء أو توفيق من الله عز وجل. يا لا أبوي، هاي قضية مو كبيرة، هذه هاي مو كبيرة. أنا إذا ردت بيتي كبير، بيتي كبير إذا ما أقدر عليه فأطلب من الله، وهذا أقدر عليه فلوس. هذا أكثر البعض هيك يظن، يقول فلوس بجيبي، إذا تدعو أنت شنو، فلوس بجيبي وأروح أنا أشتري من الخباز وأقعد أكل، بعد دعاء بعد ما يحتاج. لا يا أخي، حتى هذا هم يحتاج إلمن إلى دعاء، حتى الصغير. ليش؟ ما أدراك أنه أنا لما أريد أن أطلع، قبل ما أطلع يحترق كل بيتي، قد يصير يصير يوم ما يصير. أكو بعض الناس بالليل كانوا أغنياء، شو الصبح هم وسقع نشوف، هو بالليل ملك كان، الصبح إنسان عادي يذهب بالسجن. أكو ناس ما تجي، فلعله هذه الأموال تروح حتى قرصة خبز، حينئذ ما أقدر أشتري، يكون أروح أستجدي من الآخرين. إيه ما يصير، طيب يصير، أو أروح أنا أشتري الخبزة وبالطريق أوقع على وجهي، يصير يوم يصير. كل هذا يا أخي يصير. أو اشتريت القرصة أجيبها أريد أن أكلها، ما أقدر، عرض عارض علي في بلعومي في فمي، ما أدري الأمراض هم إلى ما شاء الله. إذن في الصغير والكبير نحتاج، وإلا هذا معناه يعني أنت مستغني عن الله عز وجل في بعض الأمور، وهذا باطل. في كل الأمور إحنا نحتاج إلمن إلى الله عز وجل. والروايات اتعلمنا هذا المعنى. الحديث الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول في الحديث القدسي يعني لموسى عليه السلام، الله عز وجل يقول لموسى عليه السلام: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى علف دابتك وملح عجينك. وهي لطيفة ترى، بس ملح العجين بعد شنو؟ حتى هذا همات أطلب من عدي. في حديث آخر: لا يستحي أن أحدكم أن يسأل، سل ولو شسع نعل. شسع النعل يعني شنو؟ سير النعل. فهذا شنو قيمته؟ حتى هذا التهمات يكون تعتقد أنه بفضل الله عز وجل، واطلب جميع حاجياتك. هذا أدب إسلامي جدا مهم. زين جيد، سؤال: هل فقط إحنا ندعو في أيام الشدة لما واحد يتمرض ويذبونه بالسجين؟ يلا ذاك الوقت يدعو، يا هو صحيح ما تكون؟ هاي قضية هواي مهمة. كثير من عدنا أكو وقت الذي هو صحيح بعد ما يدعو، خشك خشك يدعو، وما شاء الله جيبي متروس، أو صحتي همات شنو، زينة أمشي بطولي وأجب طولي، إيه بعد الدع على حساب شنو؟ هو هذا الغرور، هذا الغرور. إحنا قرينا بالحوزة، علمتنا الحوزة إش قالت؟ الممكنون كما، هاي شوية مصطلحات راح أثقل شوية عليه، ما يخالف أقبل. الممكن كما يحتاج في حدوثه ووجوده إلى علة، يحتاج في بقائه بقاء، يحتاج إلى علة أيضا، يعني لا في الوجود فقط، لا لا، في البقاء همات أيضا، لأنه ممكن، ما دام ممكن وسبب شنو الحاجة إلى العلة هو الإمكان والفقر، فهذه الحاجة والفقر موجود حتى في حالة البقاء. فأنا في أصل حدوث الصحة إلي أحتاج إلى الله عز وجل، إلى علم.
في بقاء هذه الصحة، هي أمر ممكن ومو أمر واجب، هم أحتاج إلى علة. والعلة شنو؟ الذي يديم النعم هو الله عز وجل. إذن إحنا قبل ما نوقع في المشكلات ينبغي للصحيح يا أخي يا إخوتي يا أحبتي، هذه وصية جدا مهمة، في حالة الصحة في حالة النشاط إحنا ندعو دائما يا ربي خذ بيدي قبل أن أقول لغيري خذ بيدي، أنت إلزم إيدي دائما، دعا حلو همات هذا، خذ بيدي قبل أن أقول لغيري تعالوا لزموا إيدي وقودوني، خذ بيدي قبل أن أقول لغيري خذ بيدي في جميع أموري أدعو. لذلك خلي يصير من دعائك إدامة النعمة، لذلك دائما أدعو اللهم أدم علينا نعمك ولا تسلب منا أي نعمة، مو فرد مرة تقول إيه، شنو فرد مرة تقول؟ شئت لما تأكل فرد مرة تأكل، شو وجبة ورا وجبة ورا وجبة ورا وجبة. إدامة النعم هم تحتاج إلى دعاء متكرر، فدائما أنت ادعو بهذا الدعاء، وإذا نزل لا سمح الله البلاء والمرض، عندنا رواية تقول بعد ما ينزل دفع يصير أصعب البلاء، بعد نزوله دفع بالدعاء يصير، الرواية تقول. فأنت دائما حاول أن قبل ما يحصل أنت ما تخليه يحصل من خلال دعائك. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلماته القصار يقول: ما المبتلى الذي اشتد به البلاء بالمستشفى في غرفة العمليات، ما المبتلى الذي اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء؟ احتياج ذاك الذي بالمستشفى ليس بأقوى من احتياجنا نحن الأصحاء، اثنيناتنا نحتاج إلى دعاء، وهي من الأشياء الذي غائبة عن الأذهان. والحديث الآخر يقول: من تخوف البلاء فقدم الدعاء لم يره الله عز وجل ذلك البلاء. ويا جميل، من تخوف البلاء فقدم الدعاء لم يره الله عز وجل ذلك البلاء. أو بعد الإنسان حينما يدعو يكون يعرف شلون يدعو، أكو بعضهم ما يعرف يدعو. تريد أمثل لك مثال شلون ما يعرف يدعو؟ في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله مر بشخص يقول: اللهم ارزقني الصبر، اللهم ارزقني الصبر. قال له: هاي شلون دعي؟ انت لما قعدت تدعو بالصبر يعني قعدت تدعو شنو؟ على نفسك. هاي الرواية قاعد تدعو على نفسك بإيمان بالبلاء، لكن ارزقني شنو؟ الصبر. يعني شو ما يدعون هيجي، ما يدعون بالصبر اللهم ارزقني الصبر، يكون ايش تدعو؟ ايش تقول؟ اللهم ارزقني العافية في جميع أموري في الدنيا وفي الآخرة، هاي العافية، مو ارزقني الصبر. هاي احنا ما ملتفتي لها يا أخي العزيز. الرواية تقول أن يوم من الأيام يوسف عليه السلام
قال لله عز وجل: يا رب ليش أنا السجن؟ ليش السجن؟ ليش؟ يظهر أن السجن هواي شنو؟ 7 سنين تعبي زايد. ليش السجن؟ قال له: أنت طلبته، أنت طلبته، أنا شنو شغل؟ إيش قلت؟ ربي، هاي رواية مو أنا أقول، ربي السجن إلي أحب مما يدعونني إليه. فراد لك تقول العافية ربي، هي الرواية تقول العافية أحب إلي. وهاي نكتة جميلة ما ملتفتي لها، العافية أحب إلي مما يدعونني إليه. فاليوم النبي صلى الله عليه وآله قال في الصحراء في البادية، استسقى لبنا من شخص، يا بعدك شوية لبن، واحد عنده مواشي أنعام، قال له: لا والله شنو، إلى آخره، ماكو، لأن ذني حلبتهن أنا وما موجع. اعتذر فالنبي دعا له، هاي هم فرد أدب، قال: اللهم كثر ماله وولده. يلا هاي منو يسوي؟ ما مطينا صاحبنا حليب استسقيناه، وبدالها من ندعو له: اللهم كثر ماله وولده. مشى ويا ربع النبي صلى الله عليه وآله، شاف فرد واحد ثاني أمات عنده مواشي، وهذا استسقى، راد يطي للجماعة أظن درس، ذاك أمات بسرعة جاب لبن وحلى وقده وبخدمتكم، وبعد إذا تردون أكو، وهاي هم فرد شات فوق، سوى بس قايل له حليب أريده، أعطاه أمات شات، ذاك أعطى لمن؟ للنبي شات وحليب هم زايد، وقال له: إذا تريد بعد أكو. قال هم دعا له، شلون دعا له؟ شو؟ اللهم ارزقه الكفاف، ما قال كثر ماله وولده، لا اللهم ارزقه الجماعة الذي ويا النبي. قال له للنبي صلى الله عليه وآله: شو أنت ذاك الذي ما أطاك، ادعيت لفرد دعاء الذي كلنا احنا نحبه، يا ريت تجنب قايل لنا مثل هذا الدعاء، بينما هذا الذي أطاك ادعيت لفرد دعاء الذي كنا نكرهه، شنو؟ اللهم ارزقه كفى. فالنبي صلى الله عليه وآله أجاب، قال صلى الله عليه وآله: إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. صدق هم هيجي خير، وأنا بعض مرات الله هم يفتح لي أبواب الرزق، وهي المشترية يجوا، ويجي مشتري ورا مشتري، مشتري ورا مشتري، فتحت الأبواب بعد صلاتي بالأثناء الجماعة. تروح يوم ما تروح أقول لك، أو أخليها إلى قريب غروب هذا كواقع، هذا كواقع. وأنت تدري دنيانا إحنا همات، هل امتلأتي دجي، هل من مزيد ما تنتهي؟ ذاك الآخر مثلك أنت المؤمن، لا قاني فبستك مطلعها أو مكتفي بهالمقدار، الحمد لله على قد حالك ومواظب على أمورك، صلاتك صومك قضاياك العباد. ياهو الأحسن، إذا خيروك هسا، إذا خيروك موسى الآن تقول لي هذا وبعدين تبطي، لا كواقع هذا، بس قد الشيطان بعدين يجي ويقربط، بس كواقع من منطلق العاقل، ياهو الذي يكون أختاره الكفاف، هذا عنده غنى النفس، غني أبو الكفاف. ذولا بعض المؤمنين يقول لك كافي سانة، كم يوم بعد باقي بالدنيا، وهالبيت شنو كافي، وهالفراش شنو كافي، وهالقضايا يا معود شوية وسع دارك، سوي عند حالة غنى النفس، شو هو هذا الغنى الحقيقي؟
أو ذاك صاحبنا هاي يبني طابق فوق طابق أو يوسع سيارة فوق سيارة وهم بعده وهم بعده تشوف على أنه بعد فقير من حيث النفس. فذاك الأول أبو الكفاف هو الغني. القناعة كنز لا ينفد. فيكون نعرف إحنا شلون ندعو، والله ما كثر فلوس وكثر شنو. وإذا تحبس أنا ما أعلمك فرد لوفة شرعية، إذا تقول شيخنا أنا أحب أن شنو هو ما يخالي، بس قيدها بالخير والعافية، مو بس كثر شنو. وفي الرواية خير ما يسأل به العبد الله عز وجل، خصوص في مثل هذه الليلة المباركة، إذا يريد واحد يدعو الرواية تقول خير ما يسأل شنو العافية. العافية، العافية مو معناها الصحة، أكو بعضهم همات بناء العافية يعني شنو مو مريض، لا لا لا، العافية بمعناها الواسع والعام. فإذا أردت تدعو إن شاء الله تعالى ادعو بما تريد، لكن بعدين ادعو بالدعاء الجامع. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدين، هاي الدين مهم، والدنيا هم مهمة، دنياتي مخربطة في شنو هم ما تأذية يعني، والآخرة. ثلاثة، شوف دعاء هو ايش كبرى، بس يجمع جوا داخله كل ما أكو. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ إلهي حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. أسألك فكاك رقبتي ورقبة والدي وجميع المؤمنين والمؤمنات من النار بحق محمد وآله الأطهار.